Ben de mi gömeneyim? Bana bak su. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في وست دي كده الحلقه دي الحلقه الثانيه من لعبه جيرني. يعني الحلقه دي بقى ماشي احكم على براحتكم عشان هتشوفوا كل اللي انا كنت بتكلم عليه. يعني قابلنا حاجات جديده وبنطير، يعني زي ما كده كده اصلا كنا بنطير، صار حاجات جديده وجامده جدا يعني، والموسيقى كانت جامده، يعني الموسيقى رايقه كده وجميله، فمش هدور عليكم اكتر من كده، كنت استمتعوا في الفيديو. يلا بينا. مش اخر مره كنا واقفين هنا، نفترض هنروح الجبل الكبير ده اللي هو اللي هناك ده. اوف كده السجادة دي بنعمل بيها حاجة بقى؟ انا ثبت سجادة، بس انا هي تقريبا سجادة. اه بقى ليكي فايدة ولا مكيش؟ ايه ده؟ ايه يا عم انت بتعمل ايه؟ طيب انت بتقول لي اروح فين؟ امشي وراك؟ ايه ده؟ خدي. اه انت بتيجي معايا عشان ما زهقش يعني، ولا انت جامع ليه؟ طب خد. طيب اقولك ضحك عليا يا جدعان، استناني. طيب خد يا سجادة. اهو بيقول يعني المكان ماشي. حاضر يا باشا هعملها لك. حاضر. هتعمل ايه بقى دي؟ طلع لي اتنين زيها ولا تعمل ايه؟ لا ده طلعت شوية. الله اكبر. ما تجيبولي شوية كده عشان اطير والنبي زيكم. اشمعنى انتوا يعني؟ ايه ده؟ ده ممكن اركب واحدة. ايه ده؟ انا كنتش اعرف. ها حد يركبني من هنا. خد. ايوه تعالي معايا، يلا نطير مع بعضينا. انا هقع يا رجالة. ها انتوا غدرتوا بيا ولا ايه؟ في حاجة هنا طيب ولا ايه؟ اه شكلي في حاجة هنا عشان كده كلهم واقفين. ايه ده بقى؟ نعمل كده طيب ولا مالهاش 30 لازمة؟ هما راحوا فين؟ اه انتوا هنا يعني؟ ماشي يلا بينا. ايه طيب؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ ده عشان اجي هنا يعني؟ يا ولاد اللعيبة. طب وقفني هنا بقى شوية. هنا طيارة اللي بقى لغاية الجبل. جايلكوا جايلكوا. طب حد يجي طيب يشيلني طيب؟ شكرا يا اخويا. وترى انا المفروض اركب عليه؟ الحلاوة دي. ايه ده؟ انا الجمدان ده يا جدعان؟ انا هغرق كده. استنى استنى استنى، مش عايز اقع. انا مش شايف. فين بقى السجادة؟ ايوه النبي ده عليه. النبي كده وديه. استنى ربنا يخليك يا رب. والله يعني مش عارف والله اشكرك ازاي.
ده عشان الساس الجدد هنا ولا اعمل ايه؟ اه فهمت، ده في سجاد كتير محبوس هنا، تمام. مفترض اساعدهم. او تحريات الكلاب دي بقى. اه انت تعالى طلعني كده، طلعني طلعني اخويا اخويا، نفس البتاع تاني. يلا بينا. نقط فين؟ نقط هنا. يلا بينا. برضو ماشي. اه انا بنور المباني كل مرة، كل مرة بعمل كده، بعمل ببني مباني تانية وبنور مباني اولانية. فدي المباني التانية، ودي المباني اللي انا نورتها. فهمت، بس بنعمل كل ده ليه برضه؟ مش فاهم. ايه السجاد كله طلع ولا ايه؟ السجاد كله طلع. دي السعادة اللي هم فيها دي. ايه ده، السجادة مستناني؟ هنطير مع بعض؟ فين الجمدان ده؟ انا مبسوط. اذا السبعة اللي مين يوصل الاول؟ يلا بينا. ها 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 جرب. الله 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 الله. وما ترك الفيديو لو فات كده، محدش يحكم على اللعبة لسه، حكومة دلوقتي بعد ما انتوا شايفين. انا مبسوط اوي والله. ايه وديني هنا، اديني هنا والنبي بس كده. انا بقى جدعان جدعان، غدروا بيا. اه مفتوح اعمل الحاجات دي. لما نعمل الهمول دي كمان. يا سجادة هي مشكلة اللعبة دي حاجة واحدة، لما الشاشة كلها بتنور أنا بتعمي. ده اللي هيطلع بقى. أموت أنا في السجاجيد دي كتير. طب أنت محدش هياخدني معاه؟ اوعى اللي عدي من هنا الاول. يلا واحدة يمين واحدة شمال. ما علينا، غلطة غلطة يعني.
طيران يا رجال. اخواتي واحدة يمين واحدة شمال. انا ايه، استنى تكون واحدة يمين، ارمي شمال، حلوة واحدة ارمي يمين بس كده. دي هتضل امال ايه، انا مش شايف. لا النعمة جمالية وانا مبسوط. كده ثاني ماشي يلا. انا ساكت عشان انا مبسوط والله، معلي يعني الدنيا ساكت كده كتير، بس عشان والله العظيم مبسوط. ده غير زي ما لعبتش اللعب زي كده. كده هم مباني الطفل تاني. يلا يا عم قوم انت افتح لي الحد. يلا يا عم عمك تكنيله وانت مش فاهم حاجة كده، بس هنفهم ان شاء الله هنفهم. ماشي يا جدعان، كفاية كده لغاية هنا، وكده كنت خلص الفيديو النهاردة. انا كنت مشتركين في القناة اشتركوا، شكرا لكم، سلام.